سجلت اللي انا شفتها دي، سجلت المحضر اللي انا شفتها في الغرفه الدوله يعني، مسجله في المحضر. طب بعدين حضرتك بس المحامي اللي اطلع عليها. المحامي يا استاذ، المحامي يعلم واجباته جميعا، ويطلب بعدين حضرتك الكلام ده بقى له كام شهر، وانا طلبت من المحاميه يطلع عليها، لم يطلع عليها حتى الان. هو اسمع يا استاذ، هو قدم طلب الاطلاع والمحكمه